التاريخ علي وعلى غيري بما لنا أو علينا. وصلنا ميدان التحرير؟ نار ودخان في كل حتة. لو أنا ما رشيتوش بالمية في ناس تانية هتيجي تتعامل معاه بأوسخ من المية. إمام الجامع ندى الحقوا الجرحى كتير في المسجد. ما لهمش لو دخلوا هيموتوه. المشهد كله انت كل شويه بتنقص واحد يتصاب يروح يتعالج ويرجع لك تاني. جم مراكب من تحت ابتدوا يرموا علينا من تحت. قبل الدوله والمخبرين بيضربونا. الناس موجوده في الميدان ومعتصم وانت عاوز تمشيه. طلعي لي حل وسط. كان بيطلب احيانا ان احنا نصفه. كانوا بيقولوا علق له رمانه. اللي ضرب نار اتهم انه قاتل، واللي انسحب اتهم انه خاين وانسحب من الاسم. ايمن نور ده اكيد مراقبين تليفون. لا الدوله كانت واخدانا شومه تعجز عليها او تضرب بيها. مع كيف تصبح دكتاتورا في 10 خطوات. لكن بعديها بيومين فوجئنا بصوره مختلفه خالص. حسني مبارك تصدر لان هو الزعيم طبعا. ممكن اقول عليها فضيحه يعني. نفس اللي بيصبغ شعر الرئيس كانوا كلهم بيصبغوا عنده. يمكن الرئيس صبغ فكله بيعمل زيه. ده ثقافة الفرعنة. بس لو استقال القضاء النظام هيقع بعد اسبوع. اللي لهم حق الترشيح لانتخابات الرئاسة من 85 مليون مصري 3 انفار، 2 منهم ما نعرفش اساميهم. ده الرئيس بيجهز ابنه ولا بيجهز ابنه ولا ابنه بيشوف مشاكل. ابنه بيساعدني. بردوا انتوا بقى علينا.